شركة ليها اسلوبها يعني او ليها طريقتها او ليها النوها. المنظم الحفلات لما هتيجي تقيسيه في الاعمال التانية هو زيه زي المخرج، يعني هو اللي بيدير العمل كاملا، يعني الاورجنايزر هو اللي بيتعاقد على المكان، على الفنان، على الدعاية، على شكل التجهيزات. مش ما هو الشخص الوحيد المسؤول في حالة النجاح. النجاح بيتحسب ليه هو والنجم، في حالة الفشل بيتحسب ليه هو بس بره النجم، لان النجم دايما ناجح يعني. فهو دايما هو اللي بيبقى اندر ستريس في كل حاجه، هو اللي بيتعامل مع الجهات الامنيه، هو اللي بيجيب الموافقات، هو بيجيب التصاريح. فدور هو كبير، فالناس بتعمل على سكيل صغير، متخيله ان المنظم ده اللي بيجيب الفنان او يعمل صوته مسرح. لا 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 خالص، موضوع مختلف خالص. برضو انا في 14 15 سنه في الكارير ده استفدت وتعلمت خبرات، وياما كان بيحصل عندي مشاكل زمان اتعلمت ازاي اعديها. فوصلت للمرحله ان انت خلاص يعني بقى عندك الكرو اللي فاهم، والسنس انك ازاي تتعامل مع اكبر مشكله. يعني اكبر مشكله تواجه منظم حفلات في الحفل ان وزاره الداخليه تعلن اعتذار عن تامين الحفل، فبناء عليه ان ده حفل يلغى خلاص. الحمد لله انا الوحيد اللي السنه دي في مصر خد من مدير الامن سبورت ان اعمل الحفله الاخيره الكلوزنج بتاعت الصيف بتاعت حمائي في الجولف بدون وزاره الداخليه. اداني موافقه اقيم الحفل على مسؤوليتي، ودي ما بتحصلش يعني. بس هو ده برضو نتاج ان هم جربوني كتير وعارفين طريقه شغلي، والشركات اللي بجيبها تشتغل معايا في التامين ازاي. والحفله يمكن الناس كلها قالت كانت حفله عظيمه ازاي يعني. في ناس تانية بتخش المجال ما بتبقاش متخيله ان الحفلات في الصيف بتبقى ليها الضغط وليها كده شويه زي ما بنقول ايه العيب يعني. الجمهور برضو عندنا الجمهور المصري صايع، بيعرف ايه يعمل ايه، هيستنى لاخر وقت، مش هيقطع تذكره، مش عارف ايه. فاحنا عشان الاماكن اللي بشتغل فيها ببقى ذاكرتها كتير قوي، فخلاص عارف كل الخبايا بتاعتها. فانا برضو مش عايز الوم غيري يعني، ساعات بتحصل حاجات فوق توقعاتهم، الناس تتكاتف، الناس تزق تعمل. بس طبعا لا، لازم تكون انت وانت شغال تشتغل على الباد سيناريو، ما ينفعش على الورث كيس سيناريو. لازم تبقى انت شغال حفله شغال على اوحش حاجه مش احسن حاجه، عشان لما يحصل احسن حاجه يبقى انت الحمد لله، ولو حصل حاجه وحشه يبقى انت عارف من اول فتعرف تمانج وتعالجها في ساعتها. بس فهي بتبقى كم شغل اداكي خبرات، غيرك ما خدش نفس كم الشغل او اشتغلها باسلوب تاني خالص. احنا في مصر مش في بره. في شركات تقول لك لا اصل هي بره بيعملوا كده، طب انا مالي ومال بره؟ هو طبيعه الشعب والفكر بره غير جوه. بره انت الفنان بيمشي وسط الناس في الحفلات، ما فيش حد بيجري بيشده. احنا عندنا الجمهور في شباب بتبقى داخله تارجتها ازاي هتوصل للنجم على مصر، هو بيقعد طول الفتره يخطط ازاي يوصل. فاحنا عندنا الاختلاف المنهج هو ده اللي بيسوقنا. فكل واحد زي بيقول لك كل واحد ليه طريقته يعني. فانت بقى طريقتك يا هتمشي وربنا يكرم، يا اما لو في عواقب هتحصل.